عاصمة، أنا مريم غليبي، طبيبة داخلية. مدب محمد أمين، ميدسان انتيرن. حبينا نحكي اليوم على الوقفة الاحتجاجية اللي عملناها قدام المجلس الوطني التأسيسي في إطار الغريف اللي قمنا بها الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات للمطالبة بحقوقنا في الإعفاء من الخدمة المدنية اللي هي حقوق الإعفاء. هذيا سوتيان دو فامي، معناها إنسان عنده صغار وإلا بوه أشارج وإلا أخته أنديكابي، عنده الحق باش ما يعملش الخدمة المدنية ولا الخدمة العسكرية، وهذا حق لكل تونسي. جاء قانون في 2010 يحرم الناس اللي كملوا دراستهم بعد 28 سنة، اللي هي حالة الأطباء في تونس، اللي هما الأطباء الاختصاص ما يكملوش قبل 28 سنة، تحرمهم من حقهم في الإعفاء بصفتهم سوتيان دو فامي. نحن قمنا بالغريف هذية باش نطالبوا بحقنا كأي تونسي في الإعفاء من الخدمة العسكرية عندما يكون عنا أسباب إعفاء اللي هي سوتيان دو فامي، يعني عندك بوك ولا مرأة حبلة ولا معرسة ولا هذه المطالب نتاعنا. السيخت اللي هو السنديكا دي زانتيرن اي ريزيدان معناها دو ميديسين دو تونسي، معناها ما قبلش، معناها تجاهل شويه تجاهل السنديكا هذايا، ومعناها اللي نجر عليه سكو دخلنا وقتها السيرت، معناها بيان سور السنديكا، ودخلنا وقتها لي زانتيرن لي ريزيدون في اضراب، فهمت؟ اللي هو اضراب من لو 13 نوفمبر حتى لو 19. اما باش ما معناها العباد ما تغلطش، سي كو جوستومون لي اون سي مي داكور كو لي سوان دورجونس وحتى اقل اورجونس سون اسوري، لي سيرفيس دو ريانيماسيون، لي سيرفيس دو بيدياتري دو جينيكولوجي، مثلا سيرفيس دو بيدياتري، سيرفيس دو بيدياتري دو جينيكولوجي دو شيروجي، هذوما الكل معناها الى اللحظه هذه ils sont entièrement assurés par les médecins, معناها les médecins internes et résidents de garde. معناها que ce soit clair, c'est que nous sommes معناها des jeunes médecins معناها avec une grande conscience ou معناها je prends je trouve في اضراب باش معناها نزيدو نعقلوا الامور. معناها au départ le grève qui s'est tenue qui m'a قلت لك du 13 jusqu'au 19 هذيا معناها تعملت معناها باش tout en assurant les urgences et les réanimations يقعدوا يخدموا كيما العاد. معناها اي اكت ميديكال d'urgence يتعمل من غير حتى مشكل، c'est-à-dire que nous معناها dans tous les services فما في الغارد في الليل معناها on assure les urgences، c'est-à-dire que يجينا عبد في en urgence لازم نعلي باش نعطيوه لي سوان باش نفحصوه، وكاين فما امكانيه لادميسيون pour l'admettre معناها l'admission في السيرفيس نتاعنا. معناها jusque là justement نحن عملنا une grève معناها citoyenne et اللي معناها on est en grève لكن tous les soins sont assurés. فهمت؟ على خاطر d'urgence sont assurés. فهمتني؟ معناها اي حاجه مثلا je donne un exemple. كاين مثلا فما حاله في السيرفيس elle nécessite مثلا un scanner cérébral ولا اي حاجه نحن on est contraint de le faire. فهمتني؟ معناها jusque là الامور في السيرفيس ماهيش متعكره. معناها مصلحه المواطن التونسي اللي جاي معناها il demande des soins معناها ما فما ما ما هاكا علاش المواطن التونسي تو ما يتشكيش، خاطر جوستومون اللي جاي يلوج عليه المواطن التونسي في السبيطار يلقاه لو كور ميديكال. معناها حتى وقت الثوره وقبل الثوره في الايامات المعمعة لو كور ميديكال فريمون ا ايتي اكزومبلير، سيتادير كو اون ا اسوري on a les بالحق معناها احنا تسال اي ميدسان فينا سورتو لي جون تسالو وين كنتي فو لو 14 جانفي سي لا كيستيون تاع نيسكول اي بان اون ايتي ا لوبيتال انا بيرسونيلمون جيتي ا لوبيتال شار نيكول لو جور ان تران داسوري لي سوان لي سوان بور لي جون لي مضروبين ولا المضروبين المجاريح العبيد الكل. معناها كان فما ان كور اللي ما روحش لدارو اللي معناها كمل خدم ويمكن خدم اكثر وافيك ان روندمون كبير ومعناها بالتعب الكل وما قالش ما قالش معناها ما تشكيش،
هو جوستومون سي كور ميديكال معناها جو بونس كو اليوم مانيش نطالبوا في معناها في فلوس مانيش نطالبوا في منحه معناها لو بروبليم اليوم سي كو فما عباد كان لا لوا هذيا رونتر ان فيغور عباد يفا يفور معناها دي درام فاميليو معناها تصور انت عبد معناها ابخي 10 ans d'études 11 ans 12 ans فما عباد يعاودوا نحكي لك فما عباد يعاودوا اكسيتيرا تصور واحد معناها سوا ديزون طبيب بعد 11 سنة قراية معناها ما يلقاش روحه يجم يبدا مازال ما بداتش حياته المهنية البروفيسيونيل اكسيتيرا على خاطر إلي معناها يدوا معناها افكتوي سو سيرفيس سيفيل فهمتني اللي هو كيما نعاودوا نقولوا هذا حق شرعي نتاع كل تونسي كل تونسي عنده الحق معناها كل مواطن تونسي عنده الحق كان معناها سو جون دي كريتير معناها ديفيني اللي هو معناها يبدا معرس عنده اكثر من عامين حبله عنده صغير عنده معناها باغون ا شارج هانديكاب اكسيتيرا يعني مش الناس الكل احنا اون ريفوز با لو سيرفيس سيفيل اللي عندهم دي كريتير ناس هذوما معناها معقول انهم ما يعملوش كما اللي قال عليهم هو سنون لوا تونيزيان توت بيرسون في الحاله هذه الي اكزونتي دو سيرفيس ميليتير دونك ما نراوش علاش معناها عبد على خاطر عمل قرا دافونتاج على خاطر عمل 11 سنة خاطر سويون كلير ما فما كاين ليزيون دو ميديسين ممكن دوتر ستوديون اللي يوصلوا معناها في مرحلة معناها متأخرة وهما مازالوا يقراوا فهمتني دونك علاش اون بيناليز دافونتاج هما ديجا يسون بيناليزي معناها يخدموا ويقراوا ميم طون ومصاعب كبيرة ومش لازم ندخلوا في معناها لي ديفيكولتي دو سيستيم معناها في السبيطار اكسيتيرا معناها مالغري لا تعب هذوما الكل لي زيفور معناها اون فا انكور لو بيناليزي انكور اون فوا نحكيو معناها نحكي للعباد اللي كيما قلت لك حبله عندها صغير اكسيتيرا علاش هذوما نزيدو نتعبوهم دافونتاج ويعملوا يزيفيكتو سيرفيس ميليتير نتاعهم معناها جو تروف كو سي اون ابيغاسيون اللي نورمالمون معناها اليوم بالعكس ناخذوها اون كونت ومعناها ما نخليوش معناها بالحق فما دي درام فاميليو اللي يجمو يصيروا معناها عبد معناها وقت اللي يكمل قرايته باش يبدا معناها الكورسوس معناها البروفيسيونيل نتاعو يلقى روحه مازال ما عمل حتى شيء مازال باراليزي توت اون ساشون اللي نعاود نقول سي السيرفيس ميليتير على راسي يعني بالعكس معناها مي ان ساجي با دو باتريوتيزم كو سو سوا دايور le service c'est militaire c'est un devoir c'est un devoir qu'on refuse pas au contraire en tant que tunisien juste نحبوا حقنا في الاكزامبسيون كيما اي مواطن تونسي حقنا في الاعفاء فما حاجه نحب نقولها اللي فما عباد اللي توا عيطوا لهم قدام تريبونال ميليتير على الحكايه هذه اطباء اكثر من 150 طبيب عيطوا لهم دونك نحن عاملين غريف ماذا بينا تتحل تتسول الوضعيه نتاعهم ونوصلوا لانكور افيك لو مينيستير دو لا سانتي في وضعيتهم ووضعيتنا نحن الناس الكل دونك نتمنى نوصلوا للاكور على السيتواسيون نتاعهم كان عندهم الحق في اعفاء 174 يعني هما عيطوا لهم فيهم شكون عنده دي كريتير ديكزامبسيون نتمنى انه نلقاو لهم حل اللي عنده لي كريتير ديكزامبسيون دوما ماذا بينا معناها سولون معناها لي ديرنيو بروبو نتاع مسيو المينيستر دو لا سانتي اللي قال نورمالمون اللي عندهم لي كريتير هذوما معناها يساوي وضعيتهم ونورمالمون اي سون اكزونتي دونك ماذا بينا معناها فوالا معناها زعما فوالا كو سوا اكري نوار سور بلان اللي وقتها العباد ي ن سورون بلو انكيتي العباد وقتها ي ن بورون بلو افوار معناها دو ريزون دو فير دو غريف فوالا نوصلو ان اكور ما نستحقوش نزيدو نعملو غريف ولا حاجه اخرى